السلام عليكم. اذا دخلت المقطع من اول ما جاك الاشعار انا يا احمد احب اقول لك والله اني احبك، والله اني احبك. ليه؟ لانك مفعل زر الاشعارات، وهذا الزر يعني لك كثير، معناته انك مهتم للشيء اللي انا اقدمه لك وانا اشكرك عليه. ولكن لا تحرمونا من اللايك والاشتراك، ولكم مني انا مليون دولار. احسبوني طقطق، لا مليون دولار، مليون واحد ست اصفار. طيب قبل أن نبدأ نقول لكم وش السالفة يا أحمد؟ طيب هو صدق مو مني أنا ولكن من الناس تعرفونهم زين. نشكر هواوي أب جاليري رعايتهم هذا المقطع. هواوي أب جاليري مع كل رمضان يطلعون بشيء جديد، ولكن المرة هذه رفعوا الميزانية إلى مليون دولار. هو متجر تطبيقات الجوالات هواوي والأندرويد، إذا جوالك أندرويد أو هواوي تقدر يعني هذا الكلام يخصه. والمتجر يسوي عروض يومية وأسبوعية، وهذه هدايا مسوينها لكم أنتم. بس كيف طريقتها؟ بكل بساطة كل ما تشحن في أي لعبة أو تطبيق في هواوي أب جاليري راح تجيك نجوم، والنجوم هذه هي تستخدم عشان تربح الكوبونات والجوائز. معادلة بسيطة، كل ما تشحن أكثر تربح أكثر. هذه هي بكل حالتين رابح. حمل لعبتك أو برنامج كي تبغاه من أب جاليري وانبسط من هنا وانبسط برضو من هنا. في الختام لا تفوتكم العروض الرهيبة، بحط لكم الرابط تحت، عطها نظرة وبتفهم قصدي إذا قلت لك أنا جوائز كثير. شاهد ممتع على المقطع وحظكم يا حق هواوي واندرويد. أمان الله. أيها الأخوة الكرام، عدنا بمود جديد من أمونج أس، ولكن مودنا لهذا اليوم قديم. وش المود عزيزي المشاهد؟ ظهر امامكم توم وجيري. اطلع فوق. العموم يطلع فوق اصطفاف. مود بسيط، ولكن قبل ان نبدا المود لازم نرحب بضيف الشرف ابو عابد. احنا تحيه يستاهل ابو عابد. دعمكم يا جماعه الخير على مودات امونج خرافي، وقاعد انفذ طلباتكم اللي تبغونها في الشات تاعكم بالكومنتات. تابعونا في الردود المباشره ولا تنسون الستكس بي، وترى اللايك والكومنت مهمين، مو بالاشتراك بس، حتى لايك والكومنت. تكتبوا لنا وش تبونه من عيوني اسوي لكم اللي تبونه. طيب توم وجيري، طول عمرنا نعرف توم ونعرف جيري يتلاحقون ويطردون، لكن اضفنا لمسات امونج فيها. اول شيء الامبوستر معروف هو توم، فاقدر بضغط زر اتحول الى توم. طيب توم ايش يسوي؟ توم وش يسوي؟ توم عنده خصائص ابى اشرحها لكم حبه حبه على السريع وبدون اطاله. خاصيه الاولى اقدر احط للفار زي ما انتم عارفين المصيده، ركان روح عندها يتدرب لين ما يفك نفسه، يقدر يفك نفسه ويطلع من المصيده هذه. تمام. الخاصيه الثانيه يا جماعه الخير، تعرفون في سلسله توم وجيري في واحد دائما يطلع يا جماعه معروف، مين هو؟ وش الحيوان؟ في كلب وفي المرة. من هو؟ المرة اللي ما لها وجه. الكلب. خلنا النادي. يجيبك لين عندي، يمسك ويجيبك لين عندي. هذه الخاصية الثانية. طبعا توم يقدر يركض، يقدر يصير سريع، يقدر يمشي بسرعة فائقة بحيث انه يلحق الفار. في خصائص ثانية ما بحرقها، توم يقدر يختفي يا جماعة الخير، يقدر بضغطة زر يختفي وما تدرون وينه. حتى هو مختفي يمدي يضربك على راسك، يسقعك على الارض، فتصير انت مدوخ الان. في خصائص كثيره ما راح احرقها كلها، بس بشرح اخر واحده يا جماعه الخير وباقي في النهايه. اذا شفتوا هذا الشيء ينعكس تحكم وتصير. اذا شفتوا هذا الشيء لا تروح وتزل، زليت يا زياد، عندك 10 ثواني يا زياد. اذا الجبن مو معاك او الاكل حق او كلكم زليتوا، كلكم ميتين لانكم عموما يا جماعه ما بنطيل في نص الجيم، بتشوفون ان شاء الله الدا وتستمتعون فيه. ابو عابد خذ هذه الهديه. والله قوي. ليش طيب انت بتضرب عابد تذبحني انا؟ معليش ابو عابد. نشوفكم ان شاء الله بالمود. نسوي بالله اسلم لك اشتراك، نبدا اللعب مع بعض. يلا في حاجه ما شرحتها يا جماعه، في حاجه ما شرحتها اخيره، ترى توم اذا سوى مهام يقدر يحصل اكل، الاكل يقدر يرميه على جيري يدافع عنه. اي عفوا جيري الفار. تمام. اذا سويت مهامك تطلع بيدك جبنه. حلو. بكعب على العفيكم لعب، اقسم بالله انا عندي استراتيجيه من زمان، الحمد لله انا ما حد سواها في الجيم فاست كلها. استراتيجيتي اسحبهم واحشرهم بمكان فيه فخ ابن امه يطلع، بس على الروقان مو بعلي شيء مستعجل. طيب لازم اضمن واحد في البدايه، لازم اضمن. طيب عندي فكره. مختفي؟ اوكي انا مختفي الان. شوفوا خطتي يا عيال. ها شوف خطتي. أول شيء أبى أطفي الكهرب، ثم أبى أحط المشروب بعد ما يدخلون على الباب. إيه قد جدي. لا رامي لقم. اوه بصير نفسي مجنون، مات.
لا 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 أموت. لا يا عيال مات العيال مات العيال. كاسي نفسي مجنون كاسي نفسي مجنون. مكتبي مكتبي توم مكتبي أمس أمس ريان خلك معي أخوي خلك معي. هذا هو حط لنا مصيدة هنا هذا اللي يموت بسببه. خل برمي. أوكي أوكي رميت على الفاضي. آه تعال تعال شوف إيش السالفة أبو عابد. شوف شوف إيش السالفة. هذا سب احلف. اضرب اجتماع اضرب اجتماع اضرب اجتماع اضرب اجتماع اضرب اجتماع. انشبوا العيال ما يبدي يطلعون. اجتماع اجتماع اجتماع. امشي معي امشي معي. لا يسحبنا لا يسحبنا. الحمد لله يا عيال اضرب اجتماع من بدري. ايش قاعدين تسوون يا عيال؟ واقفين قدام السلم معقوله؟ انا توقعنا اول شيء انا وريان ان السم يخلص اللي عند الالكتروك. لا لا ما يخلص. ايوه أوكي. انا كمل. انا انصدمت صراحه بعدين انا تفاجأت انه في جوا ناس ناشبه والاجتماع ايه ولا نقدر نسوي ريبورت. فانا شكيت فيك لوهله انك امبوست يا ركان. ولكن اذا هذا تحليلك اذا هذا تحليلك اوكي مصدق في الطور الجديد. طيب انا طيب انا بقول لكم اللي صار. انا بقول لكم اللي صار. دخلت ابغى اصلح الكهرب. لقيت زياد داخل عند الكهرباء يصلحه. اشتغلت الانوار. كنت انا وزياد ورامي اتوقع ويقل ناسي بابا رامي. انا وزياد ورامي داخل الالكتريك. اول ما فتحت الانوار كان السائل موجود. الحمار رامي دعس عليه. انا وزياد بقينا محبوسين تحت. زياد مواطن 100% مو امبوستر ابدا. صلح وكان معي بالالكتريك. ايجل مات. شلون بيكون امبوستر يعني بالعقل؟ وانا اضمن احمد اضمن 100%. اوكي 100%. انا وزياد انا وزياد انا وزياد مهما صار احنا مواطنين تمام. اللي برا عليكم التحدي. احمد جوا وش صار؟ معناها تاكي وجهه اليسار وتوني طالع منها. حد شاف يعني؟ قاعد اصلح اصلح كل شيء. حد شافي ولا حد عندي؟ معلش معلش انا كنت يسار. انا كنت يسار فاسمع مني. انا شفت ابو ملك عند سكيورتي بعد ما شفت سويت الابر انجن. شفته شفته سكيورتي بدايه الراوند بدايته. اي تاكي انا بالكاميرات طول اليوم بعدها طلعت الرياكتر. والله مبصر في التيت يا عيال والله يخوف. ابو عابد عندك اتهام لعب الصدق. ابو عابد بريء. الكاميرا فعلا كانت مشتغله يعني انا شفت الكاميرا. انت تقول يا ملك وين شفتني؟ طيب ما شفتك الصدق الا شفتك انت وركان وريان ورامي عند الادمن. يعني حشاف ابو سعد حشاف ابو سعد فيكم؟ لا لا لا, لا. ابو سعد وين؟ الا 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 انا شفته يوم رحنا بنصوت. انا وركان شفته يسار. اي بعد يعني بعد الجثه بعد الجثه. انا احس احمد ماخذ زياد كفر. شفت ابو سعد؟ لا 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 مستحيل مستحيل. زياد مو من البدايه من البدايه. خص على ابو سعد. ابو سعد ميوت. ايه ابو سعد ما احس. شفته من الكافتيريا يا عادي. العب فيكم بالمخ العب فيكم بالمخ العب فيكم. مين صار مين صار؟ اوكي اوكي انا شاك ابو سعد. ابو سعد يا جماعه فجاه طلع صح؟ طيب تعال خلنا نطقطق على ابو سعد. امشي معي امشي معي امشي معي تحت تبني. امشي معي امشي معي. اول ما يتحول جهز الجبنه على راسه. حلوه ذي. اي وين وين تعال دوره. اوكي العب فيكم. يمين يسار يمين يسار يمين يسار. قفل على ابو عابد وابو ملك. سكر علي سكر علي ملك سكر علي سكر علي سكر على لا ولا مو هو مو هو مو هو. اوكي قاعد يسوون مهام الكلاب. بيجون من اقصى اليمين. ابي اسوي نفسي اسوي مهمه هنا عشان يضمنوني. اسوي نفسي اسوي مهمه هنا عشان يضمنوني. شوف بيجون بيضمنوني يا اخي. تكلم ضحك ركان. ركان وريان مو عاجبيني ابد ابد. تم سوي سوي مهمه. زهلني. اول ما يتحول اعطيه على راسه. اول ما يضرب حيل ايه تحول يا هطف. يلا كيف تسوي تسوي مرام. يا كذاب. مو عاجبيني ابد ابد ابد.
بيجون 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 اي لحظه بيجون وبيضمنوني. ايوه ابو سبو ابو سعد يضمني ما شاء الله. تعال تعال شوفوا شوفوا اوكي يبوني تكون ابو سعد ركان وريان قالهم طرحينه. ريان مكتب على ابو سعد. طيب انا معي ركان وريان من اول والصدق انهم يعني ما هو امبوسترز الان وشونغ شفته لكن احس شونغ بيهدي عشان ما يكون عليه اساس. يا ليل الليل حط لنا هذه شكله ابو سعد زياد ابو ملك ركان ريان لا ريان زياد ابو ملك ريان او ركان اللي ميت منهم ما هو يا ليل الليل تكفى لا 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 تكفى حشرنا بس الله اكبر الله اكبر تعال الو طيب انا كنا نسوي الاجتماع قايل قبل شنق حركات احمد ياخذ زياد كفر طيب احمد يبا ياخذ زياد كفر طيب ابو عابد ركان ريان ابو ملك كلهم من بدايه الراوند هم معي معك وزياد إيه؟ برضو شفته وحنا نازلين كلنا الخمسه مع بعض مين جانا الكلب كذا دخل علينا طيب يا عيال اسمحوا لي اتكلم انا تفضل تمام اول شيء يا ابو سعد اذا العيال يلحقونك الكلب عادي يمديك تناديه والعيال يلحقونك ترى مو بمشكله مو بلازم يكون توم اذا انا الامبوستر بالمنطق العب اللعبه لي 4 سنوات هل بالمنطق اني بذبح زياد بذبح شخص اللي بيبريني انا حمار انا غريب طب انت انا غريب عشان تقول زي كذا شلون بذبح زي كذا اذا الشخص الوحيد اللي بيبريني صوتي احمد طيب اوكي وقت الجثة الاولى وقت ريان انت واضح انك صدمت الان بجدار صدمه او انك انا بقول لك ليش لان قبل شويه جماعه الخير يوم انا وزياد محبوسين داخل الالكتريك والكهرب طافيه احنا اللي صلحنا وابو عابد كان موجود هو الوحيد اللي شايفني قدام عينه انا وزياد جنب بعض والقاتل سالح ثلاثه كيف بيصير لنا امبوستر يا ريان شلون عشان اخي انا لا ما قلت انك امبوستر اسمع ما قلت انك امبوستر جبت ابو عابد ريان دقيقه ابو عابد قبل شوي بالادمن ابو سعد فجاه طلع ما ادري من وين ابى احاول اعرف من وين عجزت يعني قلت بصبر يعني ما ودي ابلغ على طول لكنه
الباقيين كلهم عارف انا من وين جو. هو انا كنت شاك فيه يوم اننا كنا بالادمن كلنا. ثاني شيء ريان ريان تحول، انا احس انه كان متحول. ريان الماب كله الماب كله مليان سموم، ما نقدر نروح على ما نقدر نروح على الكافيتيريا. هو الوحيد اللي يمدي يروح كافيتيريا. انا محبوس انا محبوس بالالكتريك. ليش دخت انا؟ شفت شفت توم، تخيل شفت ابو ابو سعد كذا جنب. لا يقدر غير صحيح يا احمد. يا احمد ما كنت معانا في ابو سعد. اذا انا ما كنت بالالكتريك كيف اقدر كيف طلعت منها وانت طلعت من اليسار عند الابرنجز؟ لانك امبوستر ما يجيك السم. لا السم لا ما يجيك. لا 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 ما تاخذني بالصوت. قلت لك رحت عند الابرنجز وسويت اجتماع انا علمت. وتوم كان جنبي. انا علمت ابو سعد 100% على شنق. ابو سعد 100% كيف على شنق؟ انا على شنق. ريان شفتني معك. انا بصوت. يا الله يا ريان يا حمار يا ريان يا حمار يا ريان يا حمار. اضرب اجتماع اضرب اجتماع مره ثانيه. توم جنب ابو سعد. توم جنب ابو سعد والله يمشي معك. تعالوا تعال تعال ورني كيف بتصلح الحين. ورني كيف بتصلح الحين. ورني شلون بتصلح الحين. لا حتقطع. وروني شلون بتصلحوا. طيالي فخ يا عيال يا عيال جيبوني يا عيال. تعال تعال بس. هذا بس والله شكله شنك. والله شكله شنك. نخسر زي ما سوينا الكهرب. الحين بيقفل الباب. يا سلام يا سلام. مسك الختام. احمد القحطاني الهجه. القف القف. عطيته والله اني عطيته. القم انت القم. اسلم والله سدد لي. لا لا ما اقدر. تعال ابو سعد. وين كيف بتصلح؟ كيف 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 فهمني كيف بتصلح؟ فهمني كيف بتصلح؟ لازم اصلح. لا تكفل لازم اصلح اللمبات. ابغى اروح اصلح اللمبات بسرعه. ابغى اروح اصلح اللمبات. تكفل. وين؟ سحبني سحبني. هلا هلا بالكلب ابن الكلب. لا حول ولا قوه الا بالله. كذا كثير يفوز. انا قايل لك يا ريان يا غب. فهمني كيف بتصلح. فهمني فهمني ايه فهمني. القم القم الفخ. ابو عابد تعال القم. صلح صلح ذا الكلب. بفوز بفوز. تعالوا تعالوا عندي تعالوا اخذ هذه من. انا مش قايل. خلنا نشغل الكاميرات بداية الجيم. نعرف أصول هذه. عبد رامي أبو ملك فوق ريان وإيكي لحقوا بحث. إيش كان أبو ضحك؟ زياد واقف يسوي أساك. زياد حسه مواطن. أو عشان الكاميرات شغالة سوى كذا. والله ما أدري. أبو ملك توه طالع من المتبهي. لا حد يشوفني. لا حد يشوفني. دقيقة. دقيقة والله أني خرجت. ما بدي أصير توم والله. بس كيف؟ هنخرب. ابو عابد قاعد يتمشى بالمار. طفى الكهرب. ابو ملك دخل علي. يا قلبت قلبت قلبت. ابو سعد ارم بس. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن. لا 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 الحمد لله. بغى يودين عند السم. ان شاء الله هنا اقدر هجول بها. يعني انا واثق من قدراتي. سلام.
إيجل، ريان، راكان مواطنين. العنب والورطة، العنب والورطة، العنب والورطة. اسلم، كم بقي لي أنا؟ كم بقي لي؟ الكلب قاعد يسحب، الكلب سحب الجيم كامل. اوكي اوكي اوكي، زياد مواطن انبسط. ابو عابد، ابو عابد هو اللي طلع فوق عند الابرنجن. ابو عابد طلع عند الابرنجن، ابو عابد طلع عند الابرنجن، ابو عابد اللي طلع عند الابرنجن. جبت العيد، جبت العيد، جبت العيد، جبت العيد، جبت العيد، جبت العيد. لا ليش الذين، ليش ليش اسالك بالله. هذا من ده؟ هذا المنفخ، هذا مقفل هنا. الله يعزك، تمامني انا مت اخويا. وش انا اضرب؟ وش انا اضرب؟ ما حد اضرب. كذا كثير. لا 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 لا. شكرا لله، شكرا شكرا شكرا, شكرا. كنا محشورين جدا. دقيقه دقيقه دقيقه، خلينا نشوف ايش صار. اوكي، ريان مات. ريان كان منحبس عندي في الذي احمد. اسمع يا احمد، عندي نقطه. اي بس قبل نقطه، انا ضرب الاجتماع فما احتاج منك لين ما اخلص. اي انا اسف، تفضل. انا بقول لي شفتك قدام عيني، انا فاتح السكيورتي الكامات، كل شيء شفته قدام عيني. في ناس انا برئهم 100%، لان الكلب او 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 القطو كان موجود، والناس هذول والناس هذول شفتهم وقت ما الكلب والقطو كان موجود. زياد بريء، راكان بريء، رامي بريء، هذول شفتهم 100%. ابو ملك، طيب ساحب لي الكلب، ما شفتك الى الان. الكلب اذا سحبك ما يطلع اسمك. القطو يا عيال توم يوم تحول طلع لي فوق عند جهه الابر انجن وراح جهه الكافيتيريا. باللحظات هذه لو ارجع بالزمن تقريبا 10 ثواني قبل لا يطفى الكهرب، كان نازل من تحت ابو ملك وكان طالع فوق 3 جيمنج. اخر مكان شفته فوق في الابر انجن 3 جيمنج، دخل الابر انجن بعدين طلع من اليمين رايح الكافيتيريا هو قطو. لا 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 لا، وين تعال، انا قطو. انا شفتك كنت لا انا يوم طفى الكهرب توجهت للكهرب بعدين شغلوه على طول. اي شفت ابو ملك، شفت اي شفته وابر اي برامي. وين مكانك رامي انت او ايجل؟ معليش ايجل، انا موجود جهه ويبن اريا من جهه الكافيتيريا، كان يطاردني. انا تحت يمين سحبني توم. اوكي انا واحد وشفت راكان. انا الصراحه بدري راكان 100%. اوكي راكان بريء، يب راكان بريء. انت مسحوب معك ترى يا ابو سعد. مين اللي انسحبوا يا عيال، ريان ومين؟ انا وريان كان محبوس في الذي الحافظه، ادري ايش اسمه. خلاص سكب العاد وصص على سكب سكب سكب. لازم تخلص من شونك. شونك اكشر يا جماعه، شونك حلل الدنيا كلها، راح من فوق لف يمين لف يسار ما ادري ايش. خلنا نشوف المهام، روح الرياض. لا روح للهليك. يا عيال الثري جيمينج دخل الابر انجن وطلع بس ماكوله. ابو ملك براه او انه مو ثري جيمينج، والله ما اتذكر زين. يا نار الليل يا كثرهم، يا رب ما في احد. ابي سبوتاج كهرباء الحين. ما اقدر اسوي سبوتاج، يقطع بالورطه. شني ثق، شني ثق في حل، ثق في ثق في. ما في أحد عند الكاميرات، حل. تعلق ضح مليان. رامي، هذا رامي. طيب هذا مين؟ أبو السعد، زياد. يا ولد حشرت. كيف طيرني؟ كيف طيرني؟ الو كيف طيرني؟ دقيقه، انا قبل شوي رميت رامي. انا كل شوي اشوف رامي. هذا زياد، ثلاثه بلاد من اثنين بالستوريج. مين بالستوريج؟ ابو السعد. حول بسرعه بس. كيف اضربه ذا؟
تكفي حمزة الكلاء. ألقم ألقم إيه ألقم. طيرني يا شيخ. تكفي تعال. انا الشبني بذي يا فطلة يا فطلة. ما ودي ادخل في مكان وانا احشر فيه. انفيزبل ما ادري شلون اضرب يا ناس. 6 بي 6 بي. رامي رامي قاعد يدوب. سلم قاعد اقول ارضه يا شيخ. سلم 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 سلم. تكفى 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 بالسعد تكفى بالسعد. او ماي جاد او ماي جاد يا الحشره او ماي جاد يا الحشره. يما 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 يما. هذا ناويني هذا ناويني جالس يطاردني. يا ليل والله العظيم. هبلوبي يا عيال هبلوبي. ما عرفت كيف اضرب والله. ما ينضرب الواحد. لازم اضغط اسمع لازم اضغط اسمع. او ماي جاد يا الحشره. شت اضربوا طاوله يا عيال اضربوا طاوله بروح للسلم. الحمد لله الحمد لله. شكرا يا اخي. يا عيال يا عيال الامبوستر زاحف 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 جدا زاحفنا قاعد يسحبنا يا عيال. انا ما ضغطت الاجتماع الا لانه طرح ايه واحد في المصيدة ظاهر انه بولك أنا. والكلب يطردني ابري ناس ابو شيء ابري ليه الحمد لله. لاني وانا نازل من عند الالكتريك هو اصلا كان محجر لي يا جماعه محجر لي حط مشروبات مين شلون نحشت منه صقعته بالجبنة. أوكي. مين اللي تضمنه يا أبو شايع؟ أنا كان عندك. أنا أضمن. أنا من الخرشة ما شفت اسمك. أنا والله صدقني مثلك بس كان أضمن رامي قال لك رامي أنت أضمنك صح ولا تخوفني؟ اسمع. أنا أبو ملك وأبو شايع أضمن. سؤال أنا أحس أبو عابد مواطن. حس جبنة إذا رميتها على واحد مثلاً شو بيصير له؟ أنا رميتها عليه فجأة. تكلم يا الضرس تكلم. أنا رميت الجبنة على أبو عابد وبعدين اختفى. لا قلت هو لا هو لا 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 انا ما يرميه على قفه. شباب ممكن عندي مداخله بس تتكلم تفضل. اللي ضرب الطاوله ايجل مليار في المية مليار. ليش لان توم داخل علي قبل لا يدق الاجتماع بجزء من الثاني. حلو داخل علي في الادمن. طيب ايجل بري مو بس ايجل ايجل بري راكان بري. انا بري رامي وما بري زياد. ابو ملك ابو ملك بري ابو ملك بري وانا بريء ورامي بريء. باقي عندنا ابو عابد ابو عابد بريء وزياد. ابو عابد انا ما شفتك ابو عابد. ابو عابد لحظه ابو عابد انا ما شفتك ابو عابد. وين كنت وين كنت ابو عابد؟ انا فوق يمين. شو اسمه ذي اللي فوق يمين؟ روبنز. قبل كم وقت الاجتماع وين كنت؟ على طول اول ضغطه ذي الزر. صدق ابو عابد مشى معي كثير. ابو رامي ابو سعد ابو سعد انا ترى مع ملك اغلب الجيم. اي بس رامي زياد راكان وينهم؟ اوكي زياد لا لا زياد وضعي مريب الصدق. هذا بح هذا بح بينطرح بينطرح. ترى المهام قليل على سو مهام سو مهام. يا عيال لازم اتعلم والله لازم اتعلم رياكتر. ابى اتحول خربات. تعال 6 بي تعال. اسلام الكلب. اوكي 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 اوكي. سحبة سحبة سحبة. بلحقه بسبقنا بسبقنا. ايه اوكي اوكي اوكي. شوف هذول كلهم مواطنين. ها هذول كلهم مواطنين. اوكي 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 اوكي. شكله هنا يا اخي شلون اضربه ده. خلص مهامي. لا مت انا مات والحين. والله ما ادري ايش السالفه والله ما ادري شو صار. شكله هنا مختفي شكله هنا مختفي. شت شت وين بوديني وين بوديني يا وين بوديني وين بوديني وين بوديني ستورج. شت اكان مواطن اكان مواطن أكان. الحين هذا الكلب بوديه عند ليش عند توم عند توم. توم هنا زابن. توم هنا متخبي. اشم ريحتك يا توم. كان مواطن كان مواطن. ابو ملك ابو ملك مواطن. انا وين قاعد اروح انا وين قاعد اروح. الوضع لا يطاق. واحد ميت عندي وثلاثة مشيولين
انا شفت واحد مشهور مدري مين راكان ابو ملك بريئين تمام زياد دامك دامك بالكافيتيريا الكلب كان يسحبني عند الابر انجن عند 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 ويبن معناته مو بانت انت بريء ايجل الراوند اللي قبله انت ضربت اجتماع وابو سعد برا اك لان الامبوستر كان داخل عليه انت بريء رامي انت الراوند اللي قبله كنت معاي وتوم كان عندي انت بريء 3 جيمنج برر انا حاشرني البويز ما اقدر ادخل عند باب الكافيتيريا فوقي من وين حاشرك تسوي اجتماع هل شفته عندك فوق يمين من وين حاشرك لا ما شفته من وين حاشرك القزاز ذولي العلب القزاز بالكافيتيريا إيه؟ وين في الكافيتيريا وين الكافيتيريا ما بالكافيتيريا بالمدخل هذا حق اللي فوق اللي فوق اللي يسار صح اللي يسار صح لا اللي باليمين يمين يمين اليمين ممتاز ركزوا معي الكلب كان ساحبني فوق يمين جهه الامبوستر ابو عبد الرب بري ابو عبد ياس بري ابو عبد بري ابو عبد والله حسيت قبل اسمعني ابو عابد بس قبل لا اتكلم ابغى اقول شيء يا عيال ابو عابد كل الموتات اللي صارت جثه ريان وجثه ابو سعد صارت عن طريق السم ابو عابد يختفي ويحط اسمام ليش ما يعرف لانه ما يعرف يذبح بالمطرقه بري ابو عابد بس يا برد برد ابو عابد خربانه طلع من غير ما يرسل الكلاب من غير لا يرسل الكلاب ابصرنا بالكلاب والله العظيم الرحمن الرحيم نبتدي جيمنا الاول يا جماعه الخير لهذا اليوم الموافق يوم الاثنين نزلكم مقطع قبل يومين والان مقطع يوم الاربعاء مقطع والله اني مدلعكم يا جماعه فتكفى يا عزيزي المشاهد اعرفني امس اذا سويت لي لايك ولا كتبت لي كلمه حلوه تحت ولا انجيل اشتركت صدقني بتشوف اشياء تحبها قلبك عرف لايك امام كالعاده نفتح الكامات وشوف العيال شو يسوون يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب 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 البيت طيب رامي داخل الادمن ريان رايح اقصى اليمين ايجل نزل تحت على الستوريج زياد نزل تحت مع ايجل على الستوريج ريان وراكان ماشيين جنب بعض اقصى اليمين ابو ملك نزل مع ابو عابد مره اخرى مع انه كانوا باليسار سوايب كارد خروج الادمن بسم الله اللي ما يجي بالادمن نشك فيه حلو يا لطيف يا علم عارف ايش السالفة تعال يا زياد انا اهين لعبك تعال انا وش ذنبي انا وش جي توم تخفى تعال يا زياد بسرعة باك وش الفوضى توم يركض والكلب يركض قاعدين حكي لي الكلب وتوم نيجيري ما ادري ايش اسمه كان يلحقوا شو اسمه رحت انقذته وضربت اجتماع لو ما اثقتك يا زياد كان انت هسه في عداد رامي انا وانت ضمن بعض ابدا ابري 6 بي كان معي تحت عند الكهرب وقت الاشياء ذي كان طالع من الكاميرات ونزل معي تحت طيب عندي سؤال يا جماعه دم عليكم امر ماني ماسك سكيورتي الكلب يا زياد يوم انه يسحبك وعضك من ذيلك كان موديك وين ما عضني من ذيلي يلحقني بس ما عضني يلحقني هو والبسه هو جيري هو جيري يلحقونك يلحقوني وين مكانك ابد انت ماسك الكاميرا ايه كذاب الا كان ماسك الكاميرا وانا شلون ما شاف هي رامي هو دخل من صح من عند الممر حق الكاميرا الممر شلون الممر شايف لا 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 الممر هذا ما تغطي الدقيقه ابو شايع الممر هذا ما تغطي الكاميرا ترى انا موجود تغطيه زياد لا انا قاعد ادافع عنك الان جيت اتهمتني طيب العيش فيك معليش اوكي معليش معليش سؤال معليش مين اللي بري اكثر قبل شوي انا وانت وابو شايع وابو سعد ذول بريئين شو الباقيين شوف هسه بما انه في الجثه دقيقه راكان قبل شوي ليه رفع صوته على طول يوم قلنا نبري ما ادري مين لا 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 هو مجنون صوتي ولا شيء عيال خلاص هولد زياد حط علي سوس وش دي الجبنة؟ طيب اسمعني ايش هذا؟ طيب طفيت النار تحول ابو سعد سوي مهمة كهرب طفت ابو سعد بيطعني ابو سعد بيطعني ابو سعد بيطعني ابو سعد بيطعني هذا بلاد ايه كيري تحت كيري تحت كيري تحت شفت اذنه والله شفت اذنه ابو سعد بري ابو سعد بري Thank you.
تعالي زيتها، أبي زيتها على بيه، أبي يا عيال أبيه. الله يبيني، الله يبيني. هذا مو بريان، تقهون. أنا طالبكم يا عيال انقذوني. تكفى صوت، تكفى صوت. الكلب لا تكفى، الكلب، الكلب. الكلب وين؟ هاي هاي انسحب، 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 من هذا بسرعة ببري 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 ببراءة الدم أبو السعد بري. أوكي جيري بيطلع فوق أكيد، جيري بيطلع فوق أكيد، بيطلع فوق بيطلع فوق بيطلع فوق بيطلع فوق. مين بيجينا من فوق؟ مين بيجينا من فوق؟ أسلم أسلم أبو ملك. صر عليك يا ساتر يا ساتر. مختفي. تكفى 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 صوت. وبيودي انقذوني، تكفون يا عيال. كيف اذبح يا ولد؟ كيف اذبح؟ ابو ملك زياد مواطن. ابو ملك التوم جالس يعنفنا، لحقني من اقصى اليمين الى يمشون ورا ما تصدق انه يسحبني. يا عيال يا عيال يا عيال، هولد 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 هولد، اسمحوا لي بالله عليكم. الامبوستر في اللحظات هذه حسب توقعاتي كان مختفي. خلونا نسوي هولد ثواني يا جماعه الخير مع بعض الان، ونعدد الاسماء اللي كانت موجوده بالكافيتيريا لانها بريئه. الاسماء اللي كانت موجوده بالكافيتيريا، الاسماء اللي زياد، ابو السعد، ابو ملك، ابو ملك، ثري جيمينج، وانا ورامي 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 ورامي. انا جاي ورامي ورامي انا جاي لي صار مره. هذول كانوا كلهم بالكافيتيريا وقت ما الامبوستر كان مختفي وانا ابريهم. تبقى عندنا مين؟ راكان وريان. انتم تايمين، انتم تايمين، انتم تايمين، انتم تايمين، صح؟ انا تايمين تايمين تايمين. انا اقول تايمين واحد منهم. لا ما احنا متايمين والله. نطير اوكي 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 نطير. طيب خلنا نسمع، خلنا دقيقه يا عيال، خلنا نسمع. سمعت صراخنا. طيب راكان وين كنت؟ ها انا سلمك الله، الكاميرات ما كانت شغاله قبل 3 ثواني. يعني كنت في سكيورتي؟ نعم وكانت شغاله الكاميرات. طيب ريان وين كنت؟ انا جاي من يسار مره. راكان شفته كيف تيري؟ راكان شفته شافك. طيب راكان شفته؟ ما شفته غير راكان، ما شفته، ما شفته. قلب علي، قلب علي، هذا اللي نبغاه. لا 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 ريان، انا عند، انا عند المد، انا عند المد ما شفته. لا 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 انا عندك، انا من اليسار مره. وش اسمه؟ انا من اليسار مره. انا مو طيب طيب يا عيال، يا عيال نهدي. احتمال ان 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 الامبوستر على ريان. خلاص اجل سوس يا ركان وريان وبنشوف عاد، ما ندري واضحه. ابو سعد ايش فيك؟ طيب ابو سعد، طيب ابو عابد جايك موت الحين. ابو عابد جايك انا يا ابو عابد. طيب عندنا ركان وعندنا ريان. واحد قبل شوي الامبوستر كان مختفي 100%، 100% الامبوستر كان مختفي. ركان يزيد يذبح، ركان يزيد يا اخي. انتم جوا سووا عليكم ذا. ما ادري ما ادري ما ادري يا اخي. اصبر اصبر، بجيك بجيك. راكان، راكان واقف الحين، الحين بطفي الاوتو وبروح اصلح. اتحول اتحول يا رجال. اسلم اسلم. ريان ابي زاد انا وش اللي يذبح ركان؟ سلام رن اضغط رن اركض يا بقره. يا تعال 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 يا ولد تعال. وين رايح؟ لا لا هذا اللي رماه هنا. توم 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 توم
يركض يركض يركض. ابغى اشوف من هو. حلو سلاب 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 عم سلاب. كيف اذبحه كيف؟ حطت لك يمين. الله يقلعك لك. ها شوف لك يمين. كليك يمين. مات 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 خلاص. تعال احمد تعال ابيك. السلام يلحق مين الكلب؟ الكلب يلحق مين؟ الكلب يا ربنا ما يبغاني يا ربنا ما يبغاني يا ربنا ما يبغاني. الله لا يخاف منك. يلحق مين الكلب؟ الكلب يلحق مين؟ يلحق هو يلحق شنك سحب شنك سحب شنك. يبي احمد يبي احمد يا عطى عطى غزاده. لا يا ولد مت انا مت بالغلط. ريان الامبوستر ريان. لا 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 ريان ريان الامبوستر. يقلع افخاخك يا زفت. اتعود اتعود من غلط. تعال يا كلب يا اخوك يا اخوك تعال اسمح لنا اخوك. اوه تحرك. لا 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 ريان ريان صل على النبي خلاص ريان. اوه ريان البوستر اوه دعسهم والله دعسهم. ريان البوستر اضرب الطاولة. ريان البوستر اقسم بالله انا دعسهم والله اضرب الطاولة. واخيرا واخيرا يعني البوستر دعس دعس الجيم كله مش قاعد يخبز قاعد يخبز فينا. عرفته عرفته انا صبخ صبر اصبر خلوني اتكلم ثواني. يا ركان بتبرر ولا ما بتبرر؟ كيف ابرر يعني؟ يعني بترد على الحجه هذه ولا لا؟ وش اي حجه قول لي وش انك امبوستر وش غير صحيح. انا لست امبوستر انا اكلت الافخاخ قدام العيال ويشهدون لكل اللي صار. لا لا امزح امزح مو بنت يا ركان صدق رامي انت الامبوستر. منو رامي الامبوستر 100% صحيح. لا 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 طيب بس 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 هذا اللي كنت ابغاه هذا اللي كنت ابغاه هذا اللي كنت ابغاه هذا اللي كنت ابغاه. ريان وراكان مبينين مع بعض ما مداني احط فلوس على رامي. راكان نقص ريان الامبوستر وبالجرم المشهود اتهام مباشر تحول قدام عيني. ريان الامبوستر بالثلاثه بالثلاثه اي بالثلاثه. ردي ريان رامي الامبوستر يا عيال ردي يا عيال ردي. اسمعني اسمعني ابو سعد بيتلول ابو سعد بيتلول يلا تكلم انت اسمع يلا ابو سعد تكفى ابو سعد رامي لا اقنعني اقنعني تكفى ليش اسمعني اسمعني رامي من اول كان شخص على طول ضغط الزر. اقنعني يا جماعه انا ابغى ريان اقنعني لو سمحت اقنعني يا اخي رامي من هذا ليش ابو ملك صوت صوت ابو ملك يلا روح انت اخوك تيم مع بعض. طيب روح سافر جنب جنب يا احمد ورب الكعبه قهر يا عيال توني عرفت ايش اللي يذبح. لا هنا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية المقطع. تكفون تدعمونا من دعمكم باللايك والاشتراك. لا تنسوا الرابط تحت شيكوا على هواوي واربحوا وحملوا التطبيق تالي مربوطة. وترى ما قاعدين ننبث يا جماعة في تويتش تويتش تحت الرابط حقه برضو. حياكم الله ومعكم.